السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هاي طبعا عملنا بعملية قيصرية للبقرة. طبعا البقرة انذبحت مباشرة بعد العملية القيصرية حسب العمالة، ان البقرة صف فيها مشكلة بإجرة إجرة اليمين، صار معها حالة بيقولا فلج أو زحطة إجرة، يعني طلعت القدم من مكانها كويس. هذا العجل هو هيك اللي طالعنا. هذا هو العجل اللي طالعنا من البقرة. طبعا البقرة انذبحت، لكن بالشهر الثامن فيصعب جدا انه يعيش بصراحة يعني، لكن عسى ولعله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.